تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلي شخصياً مع وعد بقيامي بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية. من 2017 انطلق مشروع الأكاديمية الوطنية للتدريب بإطار أساسي بيحكم خطة عملنا، وهو إن المشروع لبناء الإنسان المصري مشروع وطني بمثابة فرصة لتجميع وتوحيد الطاقات لبناء نهضة حقيقية لمصر. وخطتنا اترسمت على تنوع برامجنا للتأهيل والتدريب. أطلقنا في البداية المدرسة الرئاسية للقيادة، واللي قدرت تأهل شباب كانوا قد مسؤولية وجودهم في أي منصب. والنجاح في تأهيل الشباب كان بوابة تحقيق تمكين حقيقي للشباب في مناصب قيادية كبيرة، وأكد على إن التمكين بشكل صحيح كان لابد يكون خطوته الأولى تدريب وتأهيل على أسس صحيحة، وده اللي قدرنا نحققه في وقت قياسي. كل خطوة نجحنا فيها ساعدتنا نطلق برامج أكتر، فأطلقنا مجموعة برامج لتأهيل التنفيذيين من أعمار أكبر، وإطلاق برامج لإعداد المرشحين للعمل بالدولة المصرية أو تمثيلها بمختلف المكاتب بدول العالم. ويوم عن يوم دورنا بيكبر، علشان كده اهتمينا بعمقنا الإفريقي وأعددنا مجموعة برامج لتأهيل شباب القارة السمراء، وبيها أصبحنا مظلة جمعت شباب إفريقيا تحت راية واحدة هدفها السلام والتنمية. والخطة اكتملت بحصولنا على الاعتماد الدولي من أهم مؤسسة عالمية لاعتماد مؤسسات التدريب، المجلس الأمريكي لاعتماد المؤسسات التدريبية ACCET. وما وقفناش هنا، حرصنا كمان على مشاركة تجربتنا مع المؤسسات العالمية بعقد شراكات مع أهم المؤسسات الدولية كدليل على نجاحنا. قيام رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومجموعة من الرموز الشبابية بإعداد تصور سياسي لتدشين مركز وطني لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية. رحلتنا في العمل الوطني بدأت في 2017، وعلى مدار السنين قدرنا ننظم مؤتمرات وطنية اجتمع فيها الشباب مع السيد رئيس الجمهورية لعرض وجهات نظرهم وتصوراتهم للمرحلة اللي بتعيشها مصر. وكللنا نجاح تجربة المؤتمرات بتنظيم منتدى شباب العالم، منتدى عالمي بيجمع شباب العالم على أرض مصر لتعزيز الحوار ما بينهم والخروج بتوصيات ساهمت في ترسيخ مبادئ السلام والتنمية. وعلى مدار الدورات الأربعة لمنتدى شباب العالم حصد ردود فعل إيجابية محلية وعالمية لأهمية الدور اللي بيقوم بيه كمنصة شبابية عالمية. رحلتنا مستمرة لأننا مدركين أهمية الدور اللي بنقوم بيه، وبمجرد تكليف السيد رئيس الجمهورية بإجراء حوار وطني يجمع كل القوى السياسية في مصر. تكلمت على موضوع الإصلاح السياسي وقلت هل هذا الموضوع كان في بالنا ولا لا. أنا على المستوى الشخصي كنت حريص على هذا الأمر، لكن دلوقتي أنا بقول إن إحنا بنطلقه وبنتيح الحوار والنقاش لكل القوة بدون استثناء أو تمييز. استقبلنا التكليف بسرعة في التنفيذ، وأعلننا قيامنا بإدارة الحوار الوطني بكل حيادية تامة كجهة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة. خطوة الحوار الوطني مهمة لأنها تساعد في تفعيل برامج الإصلاح السياسي، علشان كده استجبنا للتكليف بالتنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة، وهيتم إدارة الحوار بناء على توسيع قاعدة المشاركة فيه، وده اللي هنحققه من خلال دعوة كل فئات المجتمع بمؤسساته المختلفة. وهنسخر كل إمكانياتنا ومواردنا لضمان خروج الحوار الوطني بشكل يليق بمصر والجمهورية الجديدة اللي بنبنيها مع بعض. هتتشكل لجنة مشتركة حيادية من كافة القوى الوطنية لتجميع مخرجات الحوار في وثيقة متفق عليها يتم رفعها مباشرة للسيد رئيس الجمهورية. السنين اللي فاتت خدنا اختبارات كتير قدرنا نعديها، وزي ما كنا الإيد اللي اتمدت ونجحت في تحقيق تمكين الشباب، هنكون قد تحدي إدارة الحوار الوطني اللي هينقل مصر لمرحلة مهمة هتشكل ملامح جمهورية قوية، جمهورية جديدة الكل فيها واخد حقه وفخور بإنجازات بلده.